اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نشوف ترند الاهلي الاول قبل ما نتكلم على الجانب العالمي تحديدا، فنروح للحساب الرسمي لرابطه الانديه المحترفه على تويتر، وبيقولوا بناء على ردودكم المنافسه انحصرت بين هذا الثلاثي على يعني جائزه افضل لاعب في الجوله السادسه في الدوري المصري، وهي كانت منافسه ما بين امام عاشور لاعب نادي الزمالك، اكرم توفيق طبعا نجم النادي الاهلي، ومحمد حمدي زكي مهاجم اسوان اللي احرز هدف لفوز اسوان على سموحه بنتيجه 2-1 الفوز الثاني للفريق. فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين كده التفاعل، وزي ما حضراتكم شايفين كده النسب، اكرم توفيق لحد دلوقتي 87% 87.4% في المقابل امام عاشور في المركز الثاني 9.9%، وبعد كده محمد حمدي زكي 2.7%. فبالتالي بنبارك لاكرم توفيق يعني فوزه بجائزه، حتى لو ما تمش الاعلان بشكل رسمي، بس طالما يا جماعه حاجه فيها تصويت واستفتاء وكلام من ده، فجمهور الاهلي يعني اصراره كبير على انجاح اي لاعب داخل القلعه الحمراء، وان هو يفوز باي جائزه من جوائز واي استفتاء من استفتاءات بيبقى موجود في جمهور الاهلي. فبالتالي بتلاقي النسب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، واكرم يستحق لانه عمل كمان مباراه كبيره للغايه، فبنبارك له على فوزه بجائزه افضل لاعب في الجوله السادسه. كوره بلس وحسابهم على تويتر، وبيتكلموا على ان موقف او بيتكلموا عن موقف حمدي فتحي من مباراه الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري. خليني احكي لكم القصه بتاعت حمدي فتحي، لان يعني الناس تساءلت على سبب غياب حمدي فتحي عن مباراه المحله الاخيره رغم جاهزيته. حمدي طبعا كان عنده اصابه خفيفه كده في العضله الخلفيه لما كان في معسكر المنتخب الوطني، عباره عن ايجاد بسيط جدا، فبالتالي رجع وشارك في التدريبات بشكل طبيعي، مفيش اي مشكله خالص. قبل مباراه المحله ب 24 ساعه جاله نزله برد، نزله برد كانت قويه شويه، فبالتالي تم استبعاده من المباراه، لكن ابتدى يتحسن بشكل كبير للغايه وخلاص شفي تماما من نزله البرد، واصبح جاهز ولائق للمشاركه في مباراه الفريق قدام الاتحاد السكندري على حسب الرغبه الفنيه بالنسبه لكولر. فده الجديد بخصوص حمدي فتحي، مفيش اي مشكله خالص، واللاعب موجود بشكل طبيعي مع الفريق وفي حسابات الجهاز الفني في المباراه المقبله باذن الله تعالى. طيب نروح على خبر اخر، وده من يلا كوره، وبيتكلموا على ان في مصدر قال لهم يعني ان حمدي فتحي تعافى من نزله البرد واللي جات له، يعني حكينا لكم خلاص القصه بتاعت حمدي فتحي، لكن هنا بيتكلموا بقى على موقف متولي مباراه الاتحاد السكندري. هو متولي الصوره بالنسبه له مش واضحه بشكل كبير، هو بيشارك في التدريبات بشكل كويس، لكن احنا عارفين كان جات له اصابه برده مع منتخب مصر، فبالتالي قعد فتره يتعالج من الاصابه وعاد بشكل جيد، لكن اكيد الجاهزيه البدنيه ممكن ما تكونش بنسبه 100% متوفره. فبناء على مران الغد هيتم تحديد موقف الاستعانه من بي محمود متولي في مباراه الاثنين ولا لا، فالامور برده يعني مش مقلقه، ومتولي ان شاء الله من الوارد تشوفوه في قائمه الفريق في مباراه الاتحاد السكندري. هنشوف اليوم السابع، اتكلموا على ثلاث مصابين استفسر كولر وعقد بعض الجلسات مع طبيب الاهلي بخصوصهم عشان يعرف اخر التطورات الخاصه بيهم. مين هم؟ محمود متولي واتكلمنا عنه خلاص، طاهر بيأدي برنامج تأهيلي لتعافي من اصابه الجزع في الرباط الداخلي للركبه، وايمن اشرف اللي كان بيعاني من الام في الركبه تحسنت حالته وبيشارك في التدريبات بشكل طبيعي. ففي تقرير اتقدم لكولر بخصوص هذا الثلاثي عشان الراجل يعني يعرف يعني المده اللي ممكن يغيبها كل لاعب او مدى جاهزيه كل لاعب لخوض المباريات كده يعني. فالامور ايضا في هذا الاتجاه بخصوص هذا الثلاثي. لكن نروح لخبر اخر، والحديث ما زال مستمر عن مصطفى سعد لاعب النادي الاهلي الجديد اللي انتدبه الفريق من فريق سيراميكا كليوباترا. ومصدر في الاهلي قال مارسيل كولر غير مقتنع بمصطفى ميسي والاعاره بانتظاره. الكلام ده يا جماعه حتى هذه اللحظه غير حقيقي بالمره، غير حقيقي بالمره مع كامل احترامي للوطن. مصطفى سعد بيخوض تدريباته مع النادي الاهلي، اللي عطله شويه يعني كثره المعسكرات مع المنتخب الاولمبي. الكلام اللي انا اعرفه ودي معلومه مؤكده ان الراجل دائم الاشاده باللاعب، دائم الاشاده باللاعب في التدريبات. هل بقى الامور هتمشي ازاي خلال الفتره الجايه يتم الاستعانه بمصطفى سعد، ما يتمش الاستعانه بيه يبقى في رؤيه مختلفه، ده كلام سابق لاوانه هيتعرف مع نهايه هذا الشهر تحديدا وخلال شهر يناير المقبل. لكن اللاعب ملتزم والامور ماشيه بشكل طبيعي جدا، ومفيش اي قرار نهائي سواء برحيل مصطفى على سبيل الاعاره او اي امور تتعلق بالجانب ده تحديدا. فده بخصوص ترند الاهلي. نروح لفاصل سريع بعدين نكمل، يلا بينا.